فاكرة لأول الحاجات اللي بدأت تتكتب؟ أنا متذكر وقت ما نزل تاكسي، مين البنت اللي طالعة تغني للتاكسي؟ ايه ده، هو انت كنت اتولدت وقتها؟ طبعا. لا بقول لك، انا قلت عمري كام، هتزعلوا جميعا، بس ايه، بس انا باين اهو شعر ابيض وحالتي بحب صعبه اهزر خالص يعني. وسيبته كويس. فلكن طبعا وانا فاكر كويس، وما كنتش كبير قوي يعني، بس انا طول عمري بحب اقرا كتير يعني. اوكي. انا متذكر كويس قوي مين البنت الجديده اللي اسمها سيمون اللي طالعه تغني للتاكسي، وايه نوع الموسيقى دي. لما احنا مثلا كنا في الويلكم كليب، فالاغنيه بتكلم جد انت وحميد، يعني ايه طالعين يلعبوا بالعرايس وبتاعه مابت شو وبتاع، هو احنا جايين دول بيهدموا الفن النهارده؟ اللي بيتقال ياه فين ايام المزيكا الحلوه، فين مزيكة سيمون وحميد وطرق مدكور وطرق الكاشف وهاني شنود؟ يا لهوي، هو في ايه؟ طبعا باختلاف الناس الجميلة اللي انت قلتها ذكرتها، لان طارق الكاشف هو اللي قدمني للفن وادخلني هذا المجال الغنائي من طارق الاول. طارق الكاشف مع حفظ اللقب عبقري. طبعا عبقري، ولا زال وسيظل، وهو اصلا توسم اللي هو شافه عمله وطلع صح. يعني هو توسم فيا ان انا هبقى نجمة البوب الحديثة وحصل. استاذ هاني شنودة كان ليا الشرف ان انا عملت اول مسلسل بطولة، وكان التتر معاه اوكي ابيض في اسود. حضرتك كمان قلت حميد كان اول دويتو في العصر الحديث. يعني في العصر الحديث ما كانش فيه دويتوهات، فده كان اول دويتو في العصر الحديث. طارق مدكور مازال موزع طبعاً جميل، وكان من اوائل الناس اللي عزفوا معايا اورج كمان. اوكي.